هو انا ما اقرب يمي صراحه، ما لان القدوري بعد ماكو مثل القدوري. هذا تعلمه ما يتعلم هذا. ها كنكن رد تحياتنا الكنكن ما يتعلم شو اسوي له زين؟ ليش ما تقرب يمك انت؟ قلت ما اقرب يمي ما يتعلم. جبته مكان وعلمته ما يتعلم. ليش ما يحفظ همين يعني؟ لا يحفظ بس هو تصرفاته ما تعجبني. ها تصرفاتي هذا شوف استاذ يمثل منتخب. زين هسه هو من رئيس الرابطه مال المنتخب زين شلون هو مرات يقول انا رئيس الرابطه؟ ما اعطيها ها ما حد ياخذها. ها والله تحدى واحد يجي ياخذها مني. اه تحدى اي واحد. هذا تصريح كبير مخرجنا طب لزوم ان محمد سلمان طب لزوم ان تصريح من ما يقدر ما اعطيها لو تحت ما حد يقدر لها. رجال عالميا وآسيويا وعراقيا بالشارع والناس تحب مهدي حتى روابط المشجعين تحياتنا لهم. كل رؤساء الروابط بالعراق والمشجعين العراق هم يحبون مهدي لان هسه الشباب الجديد. كان هم عنده جمهور؟ لا ها لك جمهور. هم عنده جمهور؟ لا ابد. ودعتك ما عنده واحد. صدق حد ذاك عنده واحد. ودعتك يعني هسه ما يقدر ياخذها منك؟ لا يا ابدا. مرات يقولون مثلا مهدي يغار من كنكن لين بعده شاب وبحيل. لا لا يا ابي شوف احكي لك استاذ الاسلام هاي الشغله ما حد يقدر لها. هاي بذكاء وفرتكه والمقابل ياخذك.